هذا اللقاء اليوم هو لقاء علمي ومهم جدا، لأنه يتكفل بالأمن الصحي في بكل أبعاده، لأن الأمن الصحي ليس فقط قضية مستشفيات، قضية مرض، قضية دواء، ولكن الصحة الآن مبرهن بأن الصحة تقدر يعني تكون مؤثرة بمؤثرات متعددة، كالغذاء، نوعية الغذاء، كالبيئة، كالماء الشروب، يعني كل ما يحيط بنا يقدر يكون عنده تأثير في الصحة. إذا نستطيع علميا الآن بفضل الوكالة الوطنية للأمن الصحي وبقدراتها وبخبرائها العلميين في مركزها للمعطيات والبيانات العظمى، إذا يقدر يعني يستطيع أن يعالج معطيات كل القطاعات اللي عندها تأثير، يعني كل ما الإنسان يعني يقدر يستعمله في الحياة، هو ممثل في القطاعات كفي التجارة بار اكزومبل، ما نقتنيه من السوق، ومثلا في البيئة واش الهواء اللي نستنشقوا فيه إذا كان سليم أم لا إلى آخره، وكل هذه الأمور عندها معطيات بيانات في هذه الوزارات اللي كنت نتكلم عليها، القطاعات الوزارية كنت نتكلم عليها. إذا هي هذه المرة الأولى وين موجودة وكالة وطنية وضعت جانب يعني تحت مسؤولية رئيس الجمهورية، اللي راح تسهر على دراسة هذه البيانات علميا، وباش تكون عندنا يعني نستخرجوا بتقارير علمية اللي تثبت بأن الأشياء مرتبطة مع بعضها فيما يخص الصحة، ولذا يعني نقدر نخرج بتوصيات موجهة للمواطن، توصيات تربوية وقائية صحية باش ما يمرضش، وهذا هو المهم جدا، هو تربية المواطن يكون واعي باش يعرف واش راه يستهلك، واش اللي محيط به، واش يقدر يعمل، واش يقدر ما يعملش. إذا هذا هو الميساج، هذه الرسالة الأولى.